هلا بالنسبة لي الإشي الجميل اللي أنا يمكن ما نوهت له، بس الإشي الجميل والجديد في هذا الفيلم غير إنه عالمي، إنه لأول مرة ستطرح شخصية المسيح عليه السلام من عرب. المسيح تبعنا يعني، بمعنى خلينا نحكيها بالعامي، المسيح تبعنا المسيح عربي، مش عربي بالمعنى الجغرافي، هو شرقي، هو من فلسطين. فأول مرة سيتم يعني التعرض لشخصية المسيح عليه السلام أو طرح شخصية المسيح عليه السلام وقصته من عرب وباللغة العربية. حقيقة يعني في لكل موضوع يطرح هناك وجهات نظر، وما كنا نشاهده حتى الآن من وجهات النظر الأجنبية في طرح موضوع المسيح وشخصية المسيح، هذه قضية رؤية للمخرج ورؤية للناس اللي عم بيشتغلوا، ولكن الرؤية هنا يعني كما أحسها تختلف. من هو المسيح؟ من هو الناس اللي حواليه؟ ولأول مرة الحديث باللغة العربية وباللغة العربية الفصحى تضع المسيح في صورة أخرى، ليست فقط صورة ذلك النبي الذي جاء برسالة معينة، وإنما الإنسان وقضية الإنسانية فيها هو على المحك. فوضعت اللغة العربية لأنها كمان لغة المنطقة بشكل أو بآخر، احنا عايشين في 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 منطقة الشرق الأوسط وهي مهد الديانات ومهد الحضارات، إذا صح التعبير مهد الحضارات الروحانية، وكل الحديث كان يجري عن الأنبياء بلغة أخرى. اليوم تجد المسيح بلغة الأرض نفسها، حتى بتعابير اللغة العربية هناك تعابير جميلة وموسيقى جميلة في اللغة العربية تضفي شيئا ما جديد على شخصية المسيح وعلى باقي الشخصيات الموجودة التي تحدث حواليه. بفكر أهم شغلة رح يخدمها هذا الفيلم ويمكن يكون لأول مرة، إنه رجع السيد المسيح لشرقيته، يعني هو ابن بلدنا، هو ابن ناصري قجرتنا، ابن بيت لحم، ابن شعبنا اللي هو ابن فلسطين اللي هي كانت منطقة لكل الحضارات، كان يعيشوا فيها كل أنواع البشر، وهو اللي إجا في نظرية الأممية هاي، لأنه كل الناس يعني بشر متساويين. فبالتالي هو كيف أنا بحب أسميه، هو الثوري اللي طلع من عنا ونادى في هاي الأممية في المساواة بين البشر، بينما لحد الآن عودونا أكثر من اللازم في الإعلام إنه وكأنه جاي من روما أو الغرب هو اللي عم بيعمله للمسيح. فحلو إنه هذا الفيلم يفطننا في إنه هذا ابن بلدنا الأسمر اللي قصصه مثل قصصنا، اللي ابن بلادنا أثراته بعد موجودة عنا، مبادئه سامية جدا، ما بيعرفش التفرقة. بفكر هاي أهم نقطة ممكن يعني يأخذ مجده هذا الفيلم في إنه يعرضها، وبالذات إن الطواقم اللي اشتركت في هذا الفيلم هن ناس فلسطينيين وعرب ومن كل منطقتنا الشرق أوسطية، اللي بتحس وكأنه هن يعني اتوحدوا في قصته لهذا النبي السامي الأممي. السينما بتصنع ذاكرة للشعوب، بتعيد إنتاج عقلية المواطن أو عقلية المشاهد. فجميل جداً إنه يبدأ الإنسان العربي بصناعة الذاكرة اللي بتخصه، بصناعة الذاكرة اللي بتعكس ثقافته وبتعكس الشيء اللي أنتجه، اللي بناه، اللي كوره وخلقه كإنسان. فأجمل شيء حصل بجوز في السينما العربية فيلم المخلص، واللي الآن قاعد يعيد يعني قاعد يعكس حقيقتنا، واقعنا كعرب، كإنسان. إحنا إنسانيين في النهاية، وهذا شيء جميل جدا، وبعنينا أن نكون إنسانية، والمخلص بعنينا أكثر ما بعني أي إنسان آخر في هذا الكون. عشان هيك أنا مبسوط.